تور مونديال 3000 واط محروق الكف. راح نشوف شو الاسباب. الاسباب مثل ما انك شايف. شوف اخويا ابو منير الكبال كلها محترقه يعني شلون. السبب هو تثبيت الكف. شوف القاعده تبع تثبيت الكف منتهيه عالطجه. بضل بتحرك الكف والكبال كلهم بتحركوا ما بضلوا بشكل ثابت يعني شكل ثابتين. وتاني شغله التزوير. السبب حرق الكف التزوير. يعني اول شغله كابل الفرين هذا مو نظامي. ليش؟ عم شد الفرين عم بصير ثقل بالدولاب. صار ثقل بالدولاب وين اثر؟ اثر على الكف. تمام. الشغله الثالثه قاطع ما في. الاخ ويصلينه مباشر بدون قاطع هذا كمان بأثر. يعني بسوي حميان هون بحمل الكابل بحمى بأثر على الكف ما بيعطي فولتية نظامية مثل ما انك شايف. هذا كمان بأثر. هلا راح نركب كف وركب له قاطع ونجهز له اموره للموتور وبعدها بنعيد الشرح بنشوف شلون الموتور وضعه.